أكد سامح شكري وزير الخارجية رئيس مؤتمر كوب 27 أن هناك مسؤولية كبيرة تقع على عاتق مختلف الأطراف للوصول إلى اتفاق حول المناخ. أوضح شكري أن رئاسة المؤتمر تعطي الفرصة لجميع الأطراف للوصول إلى اتفاق بعد جلسات المشاورات التي تم عقدها. النص يظهر أهمية الوصول إلى 1.05 الحد المتفق عليه للخفض انخفاض الانبعاثات الحرارية. المسؤولية تقع على كافة الأطراف، و سنقوم بتقديم ذلك إلى رئاسة المؤتمر، وأمامنا دقيقتان لتقديم ذلك، ونعطي الفرصة للأطراف من أجل الوصول إلى الأطراف إلى الإجماع. Involved with that process in terms of assessment, but we do give the room for the facilitators. نعطي الفرصة لتسهيل الوصول إلى الإجماع وإعطاء الفرصة للأطراف التي لم تصل بعد إلى الإجماع للوصول إلى ذلك. وذلك بعد المشاورات التي أجريناها منذ الأمس والليلة الماضية. وسوف نقوم بتوفير النص للأطراف للمضي قدما في هذه العملية.